الأحد الدامي، احتفالات تحولت إلى أحزان، وترانيم أصبحت بكاء وعويلة. ذلك هو المشهد الأبرز بعد سلسلة من التفجيرات الإرهابية التي شهدتها سريلانكا خلال عيد الفصح. تفجيرات تسببت في سقوط 359 ضحية وإصابة نحو 500 آخرين، وشملت دور العبادة للمصلين وفنادق لمواطنين آمنين قبل أن تطولهم يد الإرهاب الغاشم التي لا تعرف شرعاً أو ديناً. لعدة أيام ظل الجاني مجهولاً قبل أن تنكشف تفاصيل الحادث الإرهابي والجماعة التي تقف وراءه، جماعة التوحيد الوطنية الإسلامية، وهي البعيدة كل البعد عن وطنية أو دين. ومن هنا يأتي التساؤل عن ماهية تلك الجماعة الإرهابية، وكيف استطاعت تنفيذ هجماتها الدموية؟ نبايع أمير المؤمنين وخليفة المسلمين الشيخ أبا بكر البغدادي. الجماعة الإرهابية المتطرفة ظهرت في المجتمع السريلانكي بوجه سافر، داعية إلى العنف لفرض آرائها وإيديولوجيتها، متخذة من منابر المساجد موضعاً لنشاطها المشبوه، مستحلة دماء غير المسلمين تحت ستار الدين، في تطابق واضح مع أفكار تنظيمي داعش والقاعدة. فأصل الإرهاب واحد، وجماعته الأم نفسها، جماعة الإخوان المتأسلمين، والحديث هنا بالشواهد والدلائل. الدولة الإسلامية في العراق والشام، وقالوا أن هذا الشاب يعني كان من الإخوة، يعني من الإخوان. هذا المشهد لا يمكن أن يمر مرور الكرام، فها هي قيادات الجماعة الإرهابية السريلانكية، وعلى رأسهم سلمان الندوي وعادل الإحرازي مع مفتي الإرهاب الإخوانجي القطري يوسف القرضاوي. مشهد يكشف عن حقائق لم تقل حول طبيعة العلاقة بين جماعة الإخوان وجميع التنظيمات المتطرفة المنبثقة عنها. هؤلاء قتل السفاكون الدجوسون مجرمون، لا يجوز لهم أن يقتربوا من بلاد المسلمين، فكيف بأن يمكنوا منهم وأن يكونوا على رؤوسهم وأن يتحالفوا معهم ضد دولة مسلمة، لأنها تؤوي حماس وتؤوي الإخوان وتؤوي القرضاوي. لم يتوقف الأمر عند ذلك، فأبواق التنظيم الدولي للإخوان عملت على تلميع الجماعة السريلانكية المتطرفة إعلامياً، ولعل ظهور زعيم الحركة الإرهابية السريلانكية على شاشة قناة الإذاعة والتلفزيون التركية الرسمية TRT خير دليل على ذلك الترابط الإخوانجي في كل زمان ومكان. إنه ذلك الإرهاب الدولي الباحث عن إسالة دماء الأبرياء في كل حدب وصوب تصل إليه أياديه السوداء الغاشمة، في واقعة جديدة تؤكد أن جماعة الإخوان المتأسلمة هي أصل داء الإرهاب في العالم.